عرض رئيس السيسي رؤية مصر بشأن أسس تعزيز التعاون بين الجانبين الإفريقي والروسي. هذا وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدول الإفريقية دول ذات سيادة وإرادة مستقلة وفاعلة في مجتمعها الدولي، وتبحث كذلك عن التنمية المستدامة والتي تحقق فيها مصالح شعوبها أولاً، ويتعين أن تبقى بمنأى عن مساعي الاستقطاب في الصراعات القائمة. واسمحوا لي من هذا المنبر وبمناسبة قمتنا اليوم أن أطرح عليكم رؤية مصر بشأن الظرف الدولي الراهن وكذا أهم المحاور التي نقدر أهمية التركيز عليها كأساس لتعميق التعاون القائم تحت مظلة شراكتنا الاستراتيجية. أولاً، إن الدول الإفريقية ذات سيادة وإرادة مستقلة وفاعلة في مجتمعها الدولي، تنشر السلم والأمن وتبحث عن التنمية المستدامة التي تحقق مصالح شعوبها أولاً، وتعين أن تبقى بمنأى عن مساعي الاستقطاب في الصراعات القائمة. ثانياً، إن صياغة حلول مستدامة للصراعات القائمة في عالمنا اليوم يتعين أن تتأسس على أهداف ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، بما في ذلك التسوية السلمية للنزاعات والحفاظ على سيادة الدول ووحدة أراضيها، بجانب ضرورة التعامل مع جذور ومسببات الأزمات، لا سيما تلك المتعلقة بمحددات الأمن القومي للدول، وكذا أهمية الامتناع عن استخدام الأدوات المختلفة لإزكاء الصراع وتعميق حالة الاستقطاب، ومن بين ذلك توظيف العقوبات الاقتصادية خارج آليات النظام الدولي متعدد الأطراف.